قبل ما ابدا الحلقه النهارده، النهارده يوم صعب جدا، 31 اغسطس، يوم صعب في تاريخ النادي الاهلي، لا يمكن ان ينساه اي حد من الجمهور. يوم صعب في ذاكره الاهلاويه. 17 سنه على رحيل واحد من نجوم واساطير النادي الاهلي في مركز مميز جدا بيه، هو لحد دلوقتي يمكن الوحيد اللي قعد جلبرتو. اخلاص، اخلاق، رجوله، كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه. محمد عبد الوهاب كان ظهير ايسر عصري، زي ما قلت لحضرتك هو الوحيد اللي قدر يقعد محترف اجنبي جيلبرتو ساعتها احتياطي في الاهلي. عبد الوهاب اللي كان عنده مهارات استثنائيه، كان ظهير ايسر قوي جدا، كان بيسجل من الكرات الثابته وكان بيصنع اهداف بمهارات كبيره جدا، لكن قبل كل ده كان صاحب شخصيه فريده من نوعها جدا. كان التجسيد الحقيقي للاخلاق والرجوله الحقيقه. الله يرحمه عبد الوهاب كان شخصيه استثنائيه في كل شيء، سواء على اخلاصه للنادي الاهلي للحد قبل ما يتوفاه الله بايام، وهو طالع يقول ان انا مش هسيب النادي الاهلي، وان انا كان مشكله ساعتها مع النادي الكويتي اللي هو كان فيه، نادي الظفره الاماراتي عفوا، كان ساعتها عنده المشكله دي وطالع يقول بكل اخلاص انا شاري الاهلي. الراجل اللي هو توفاه الله في استاد مختار التتش، يعني هو ميت اثناء تاديه وظيفته وواجبه واخلاصه كان للملعب اللي هو ميت فيه، الله يرحمه يعني ويحسن اليه طبعا، يعني نحسبه عند الله من اهل الجنه طبعا ما فيش شك. يعني محمد عبد الوهاب شخص استثنائي جدا في النادي الاهلي، شخص قيمه كبيره جدا، ونترحم عليه.